بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نظر لأحد المتابعين الذي يسأل عن تسجيل في السنة الثالثة ثانوي مراسلة، إذا كان متحصل على مستوى سنة ثالثة ثانوي هل يسجل في السنة الثالثة ثانوي أو لا؟ طبعا والإجابة على هذا السؤال للمتابع الذي يسأل ولإفادة الباقي. طبعا إذا كنت في السنة الثالثة ثانوي متحصل على السنة الثالثة ثانوي، لديك شهادة إثبات المستوى السنة الثالثة ثانوي في المراسلة، فلا داعي للتسجيل في السنة الثالثة ثانوي، وكل ما عليك فعله هو الانتظار إلى حين ما تفتح تسجيلات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أي تفتح تسجيلات البكالوريا أحرار، ومن ثم تسجل في الأحرار، وبعدها سوف تكون إن شاء الله سبحانه وتعالى من المترشحين لدورة 2024 في البكالوريا، تكون مترشح في البكالوريا، وفي نهاية السنة تجتاز البكالوريا مع الأحرار. كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يدرسوا مراسلة ومتحصلين على مستوى ثالثة ثانوي، بإمكانهم انتظار التسجيلات الخاصة بالأحرار أو التسجيلات التي يقوم بفتحها أو نشرها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أي مديرية التربية. عندما تعلن عن فتح التسجيلات الخاصة بالأحرار، فيمكنك مباشرة التسجيل في الأحرار، ومن ثم في نهاية السنة سوف تجتاز البكالوريا 2000 أو دورة 2024، وإن شاء الله سبحانه وتعالى تكون من المترشحين الأحرار لسنة 2024. وإلى هنا ينتهي هذا الفيديو، أرجو أن أكون قد أفدتك وأفدت المتابعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.